عملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تحقق المركز الأول معلنة فوزها بناموس الشوط. فتهانينا مرة أخرى لهجن الشحانية ولمحبين شعار هجن الشحانية وجماهيرها الكرام في كل مكان. أيها الأعزاء الشوط الرئيسي الآخر وهو خاص بالجداع القعدان يستعد للانطلاقة بمشاركة واسعة من شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا الصباح. أتمنى التوفيق لكل المشاركين وينطلق مشاهدين الأعزاء أيها الحبل الكريم هذا الشوط الرئيسي والكلمة حلها فيه لزميلي مطلق بن علي العنزي. شكرا للأستاذ محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان أحييكم ورحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا اليوم الخاص بالإجداع. الفترة الصباحية والفترة المسائية كلها أشواط مفتوحة حيث ننطلق اليوم في آخر أيام الأسبوع الأول والمرحلة الأولى ضمن هذا السباق الكبير السباق الغالي سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. إخواني المتابعين ينطلق شوط رئيسي في هذا الصباح شوط أول ضمن هذه الانطلاقات شوط أول في أشواطنا المفتوحة خاص بالقعدان. نيسان بترول ستيشن تنتظر من يفوز بالمركز الأول لتهدي لمن يفوز وتعانق الناموس بهذا الصباح مع أقوى أشواط القعدان في الفترة الصباحية. أتابع المركز الأول وهذه الانطلاقة هذا هو مكيف على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقود هذه الأسماء منطلقا في هذه اللحظة. وتابع المركز الثاني هذا هو البصير على المركز الثاني لهجن الشحانية عن سالم بن فران المري. المركز الثالث يتواجد سعدي في هذه الانطلاقة سعدي لهجن الشحانية سلطان الوهيبي يقدمه. المركز الرابع أيضا شعار هجن الشحانية ينطلق ويندفع في هذه اللحظة أيضا بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهذا هو سيار. المركز الخامس هذا هو مياس يحتل المرتبة الخامسة والمركز الخامس لهجن الشحانية ويضمر سلطان الوهيبي في هذا الصباح من قدم في الشوط الأول الرئيسي قبل لحظات وانتزعت النقطة الأولى في صباح هذا اليوم زرزف مع شعار هجن الشحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس أولا لهجن الشحانية ولمن قاد زرزف إلى خط النهاية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. 6 كيلومترات حاضرة إخواني المتابعين اليوم لقاء الكبار ومتعة الكبار وإبداع الكبار. هذه الشعارات وهذه الأسماء المميزة التي شوهدت وشاركت في العام الماضي مع سن اللقاية لتنطلق اليوم في هذا الموسم موسم 2014 محلقة ومنطلقة في أول لقاء لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا الموسم. لقاء قوي يضم أسماء وأقطاب المنافسة كما يقول محمد بن بريك أقطاب المنافسة الأقطاب العملاقة شعار هجن الشحانية وشعار العاصفة وشعار الرئاسة تجتمع هذه الأقطاب الثلاثة. ناهيك أيضا عن وجود شعارات كبيرة لأصحاب السمو والشيوخ والسعادة تشارك لإحياء هذه الرياضة العربية الأصيلة وإمتاع الجماهير ومحبي هذه الرياضة في العالم العربي. نتابع هذا اللقاء الكبير لهذه الأسماء وننطلق مع المقدمة دائما ننطلق مع مقدمة الشوط. هذا هو البصير يحتل المرتبة الأولى وينطلق بالمركز الأول البصير محتلا للصدارة شعار هجن الشحانية كالعادة ينطلق في مقدمة الشوط بادئا ومنطلقا مع إشراقة شمس هذا اليوم
في هذا الصباح، صباح الخميس الخامس والعشرين من ديسمبر 2014، وآخر أيام الأسبوع الأول ضمن هذا المهرجان. بعد الغد إن شاء الله سنبدأ مع رحلة الكبار، سنبدأ مع 8 كيلومترات، سننطلق مع الثنايا، السبق، المعروفات أيضا التي تشارك وتنطلق في هذا العالم الساحر، في هذا العالم الساحر لنبدأ في الأسبوع الأخير ضمن هذا المهرجان الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء إن شاء الله مع أشواط الختام والأشواط الرئيسية للكبار. أعود إلى المركز الثاني، أتابع المركز الثاني، مكيف على المركز الثاني مع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشعار الضيف القادم من المرموم للمشاركة في هذا المهرجان. نرحب بكل أصحاب السمو الشيوخ الحاضرين والمشاركين. هنا القيادة مع علي بن راشد بن حمد بن غدير الذي يقود مكيف على المركز الثاني، المركز الثالث مشغل على ثالث المراكز، أيضا على ثالث المراكز قادم من المرموم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير الكتبي. انتقل معكم الى رابع المراكز لاجد في رابع المراكز السعدي ينطلق بالمركز الرابع لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم. المركز الخامس السعدي على خامس المراكز لهجن الشحانية ويضمر السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. هناك السعدي على المركز الأول ينطلق. المصير على المركز الأول يحمل الرقم 6 في هذه اللحظة وينطلق بالمركز الأول، هذا هو الذهبي سالم بن فاران. من يقود المصير في المركز الأول؟ من ينطلق مع هذا الاسم العملاق، هذا الاسم المميز يقدم سالم بن فاران، يقدم الأسماء المميزة في هذا المهرجان وفي هذا الموسم، ظهور نوعيات مميزة، ظهور نوعيات كبيرة وأسماء لها ثقلها عند الذهبي سالم بن فاران الذي يتواجد دائما معنا ابو جابر بالختاميات معلنا انطلاق هذا الشعار دائما بالاشواط الرئيسيه. هذا هو البصير، تشاهدونه على المركز الاول، تشاهدون البصير ينطلق محلقا في هذا الشوط شعار هجن الشحانية، وسالم بن فاران يقوده في المركز الأول. المركز الثاني هذا هو مكيف على المركز الثاني، ضيف البلاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع مكيف شعاره، وعلي بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث، هذا هو مياس بالمركز الثالث لهجن الشحانية ويضمر ميا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع مشغل على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سعيد بن راشد بن غدير الكتبي. والمركز الخامس يظهر شعار هجن الرئاسة في هذا الموقف عند لوحة 1200 بتواجد زعفران ويضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. افتتحنا الكيلومتر الأخير، لا زالت القيادة مع شعار هجن الشحانية، هذا الشعار الذي يبحث دائما عن تحقيق الأشواط الرئيسية، يحرص مضمر هذا الشعار الكبير والعملاق، يحرص دائما على تقديم النوعيات المميزة. يا سلام، هذا هو البصير يا سالم يا بن فاران، من يقوده دائما مع هذه الأشواط الرئيسية يقود هذا الشعار، يتابع مجابر انطلاقة هذا الشعار. خلاص مجابر، هذا هو البصير بالمركز الأول، نيسان بترول ستيشن بالإضافة إلى الزعفران، بالإضافة إلى الشوط الرئيسي الأول، هذا هو. والمركز الثاني مكيف على المركز الثاني، لا زالت الأمور بالخطر، لا زالت الأمور خطيرة. هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع مكيف على المركز الثاني.
الثاني يا ابو جابر، المركز الثاني، وهذا المصير 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 المصير، يا سلام، مشكور ابو جابر، مشكور يا ابو جابر، هذا هو المصير، يفوز بالشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان ليهدي لمحبي شعار هجن الشحانيه نقطه الشوط الاول الرئيسي. تهانينا والناموس على فوز المصير بالمركز الاول، تهانينا للسيد سالم بن فران المري. المركز الثاني مكيف بالمركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث مشغل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الرابع يصل مياس لهجن الشحانية، والمركز الخامس يصل مغطى لهجن الشحانية. اخواني المتابعين، هذه الاسماء الفائزة والمنطلقة، شاهدنا متعة الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار مع زرزف حضرت بشعار هجن الشحانية مع سلطان الوهيبي ليبدأ الذهبي في تحقيق نقطة رئيسية أخرى يضيفها سالم بن فران المري بفوز البصير مع الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. تهانينا بو جابر، تهانينا لتقديم هذه النوعيات المميزة. تهانينا والناموس على فوز البصير بالمركز الأول. إذن البصير يحضر في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان ليهدي لمحبي شعار هجن الشحانية نقطة الشوط الأول الرئيسي. تهنئة أزفها لمن قاد البصير بكل ثقة إلى خط النهاية، سالم بن فاران المري. تهنئة خاصة لأبو جابر. 9 دقائق 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية، توقيت ولا أروع أبو جابر مع الشوط الأول، وتوقيت في هذه اللحظة يسجل مع البصير. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. 9 دقائق 12 ثانية، 60 جزء من الثانية، هذا هو مكيف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهنئة للسيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. تهانينا والناموس المركز الثالث مشغل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهنئة لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي من قاد مشغل إلى المركز الثالث في هذا الشوط الرئيسي الأول ليحقق توقيت زمني وقدره 9 دقائق 26 ثانية، 49 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على انتزاع هجن الشحانية نقطتين.